فهميني برك يرحم والديك، ما عييتيش ما كرهتيش سبع حلقات كل يوم مور بعضهم عيطوا لك تلعبي معهم مثلا، والله كنت حظي في السيناريو. نحي علينا نحي علينا، كاين ماتش اليوم، ماتش ريال كونتر فيا ريال، ديري لنا الماتش. انا ما يهمني ني ريال ني فيا ريال تاعك، تهمني غير في ريال. اه شكون في ريال؟ فريال خانو سعاد خانو، وانا حفظتهم او تلمو تفرجتهم، ولا عندي حق صغير يهضر غير بالسورية على بالك. نحي يا مو هذا الزلمه ما بيجي بالكلمه ما بيجي بالحكي، التلفزيون هذا حق ربي ما قعد اليوم غدوه غير راح ندقدق له جدو. خلاص راجل عزيز داك حيبني، ما زيدش نشوفهم ما زيدش نشوف، ما تزيديش تشوفي ديري الماتش. ها شوفي الماتش كل حرام عليك حرام. انا يا يا يام انا ما سويت لك شيء، انا يا يام انا ما سويت لك شيء. او هذا الخويا ديجا بعد هرب من السواره طاح في الخويا. ابن عمي ابن عمي ومن شان تروح على شغلك؟ زوجت بسوريا انا راني نام. ابن عمي ابن عمي ياسمين اهضري مصباح واش تحوسي؟ ومن شان نفطر سوا، بس قبل الفطور بديك تنزل الزباله اللي نسيتها امبارح بالليل. صمتيها غير بالزباله؟ لاكش ما شتي سوريا تقول راجلها هبط زباله؟ يا حشميه راكي كبيره سبحان الله. خلاص بلا زبالي ومشان نكسر السفر سوا. شكون نكسر؟ شكون السفرة هذا؟ يعني قصدي ومشان نفطر سوا. اه ايه راهي ذوك نجي ومعي. اه روحي قلت لك ذوك نجي. يلا خلص امرك ابن عمي. جيت شبه السوارة الحلوفة. اه مدام شما راكي عارضة ولا؟ اسمعي ما تقولي ليش راح نستقوى بهذا كامل لك احلى سفرة لأحلى ابو قاطو بالدنيا كلها. اه مع الطفلة الله ما يتلعب اولي انا السلطان شهر ايار بيجي تاع شهر صرفتيه لي في نهار نجي ما ناكلش تما كون استقاويت برا خير. لك ابن عمي لك لا والو. لك ابن عمي شوفك زعلان. لك والله زعل ما بيلبق لك يقبرني ابو زيتوني انا. يسلبوا هالايديك تقبريني بنتي بالعقل برك لك شمي صراك يطير فمك ولا تلعبي تجي تاخذي راي غير اختك من سوريا بس ما تقدر ليش مره تصطفل. يلا يلا يا مدير عراسك هاد عمي ابو حقو. جاني ما بيتسمى دستور خي هذا بابا علاوه برك. يلا يلا يا حريم. ليش هيك ابن عمي عم بتسود لي وشي قدام امي؟ معليش معليش بتهون لك هذا صريحه بعرضي لك فين هذا وش وحده تسود لي وجهي واخرى بتهون تدز لي سروال لوبيا هذا وش بيكم؟ هاي ما عربت تموت شي يا انا اللي راح نموت هاي دوك يا تقمر روحكم يا الله يرحمني. طول بالك ولك ابني او ما نطولوا ما نعرضوا هاي ليكم. أراكم عاجبيني أراكم حافظينها بيان أما علاوة شوف عندك خمس أيام تفحشش حتى اللي حبيتها طيبة. اسمعي أنا سلكيني في اللبسة والماكلة متفاهمين درام المجحة ياكلهم المرتاح. أنا وجه ربي هبطي الريدو كي كنتي طربية هكذا الواحد ياكل مليح بصحتي. Thank you.
أهلين جاري أبو غاتو، أهلين بالأفندي. ولك ديها فينا ولك. صباح الخير يا أم محمود. خلاص ولك، والله لو بتعيدة لشخطك شخط تحسب الله ما خلقك. انت تشخطني شخط؟ اترك ولك، لو بتترك أنا بترك. هات لقمة. أيوة صحيت. صحاب شبريتك ولك صحاب. مغرفة تخلعني بها تشقيت شقيت الكوزينة كنا زيت موس تاع بطاطا ومو يخلع. كانوا عم بيقشروا بيها الحريمات. اسكت مهبول. بتمون عقيد وهالرقبة سدادة. قامت مفراشة والعين قامت ممنامة. يابا يابا لك شو هالدمعات هدول. هاي لك الزيني قامت مفراشة. أهلين معلم. لك أحماتك ما بتحبك ولا بتحبك. تعا اجيت بوقتها دقلك هالشايات اكرك عجب. مش كاين هذا ثاني عدي وكله وش تم الفيروس الحقني احتله. لك شو فيروس ما فيروس يا معلم. لك هاد شاي وهي أرقيلة. شو صاري مش كاين بلا من أودي. طول بالك يا معلم. أنا لو كنت داري بشي ما كنت قلت له. طول بالك. ها شوف أنا راني رايح المكتب الحقني ثم تلقاني موجد لك شي عجب على كيف كيفك. ايوة هاي الرجال احلى معلم بالدنيا كلها. عقيد ايوة معلم اجاك زبون هالصبح وباينته شاب مرتب وما في منه حلاوة. جوستومون اليوم راه جاي واحد وراح يبدا الخدمه معايا. ومين هات استاذ؟ واحد حبيبي سوري وعنده دبلوم سكرتاريه من جامعه دمشق. ثاني خير ومشان شو جايبو هاد حتى يصير مشغل معنا؟ مشي معنا معايا انا برك. انت طير هاب منك تبهلل عليا وتهدر بالسوريه نجيب واحد دوريجين خير. ها الظاهر بدك كاسة شاي تروق فيها دماته. تكا تكا. شوف 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 ها شوف هاي فسخ العقد تاعك معي وهاو ستيلي اليوم نهارك الاخر دوك تروح تولي تلقاني سيدة. روح تبهلل يا استاذ. انا خطيني ياسمين مرتك هي اللي قلت لي هذا بالسورية. انا ابو حفظ ولقى ابو حفظ تحب النحل النحية ياسمين. داكور ما مكفيهاش باب الحارة في التلفزيون جابتو لي لحياتي. تسمى سينياتور ما فيهاش. لا ما فيهاش. لا تك معلم بدك كاسة شاي. هو تمك شحتش. قنقزم ها ها أنا قنقزم قنقزم. واعتقدي نعم. زيد تشوف وري شوف. لك يلا يلا وش دلت ياها. لك ليش عم تضحكوا ليش عم تضحكوا؟ نضحكوا على بو حجر اللي لك لابسو. لك ليش رجعتوا عادي؟ ليه وليتوا نورمال؟ على خاطر الحلقة الأخيرة خلاصت البارح وانت وش فيك اليوم؟ يوم تاخذ برأيي روح بدل هاد اللبسة اللي تعود تشوفك ياسمين. لك شو؟ يا بترجعوا عادي يا ام التحير. اوه التحير التحير التحير. انا ورجيكو انت حر.
هيا 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 راح تقضي هيا. على بالك بلي وقريب يبدا الماتش، على بالك؟ على بالي، لا ما عجبوكش نحي. سي، يعجبوني. أنا نموت عليهم الهنودة، نموت. ياسمين نحي، نحي نحي. خلي خلي، خلي. إذا حبيت تشوف الماتش نحي. نو، ربي ورحمته. لأن الماتش حيهرب.